أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من قناة جيمر صالح، مغامرة لعبة سكايريم. مثل ما عم بتشوفوا بلشنا اليوم بالحلقة هاي فيس كام، تجربة عم نجربها وعم نشوف إذا بتمشي أو ما بتمشيش. طيب، بالحلقة الماضية مثل ما شفنا وصلنا على ريفر وود وعلقنا هون بمهمة. في عنا هون في شغلة مش طالعة، في عنا هون كاميليا وفي شخصين بتنافسوا على حبها، بس في شغلة أنا مستغرب لها. وين ال مش طالع على الفريم ريت. anyway، إذا كاميليا مثل ما عم نشوف هون في شخصين بحبوها، وبدنا نشوف كيف بدنا نعالج مين هذا عم بيسأل. طيب كاميليا، مرحبا. Maybe you could talk some sense into my pig-headed brother. بعدين، مش هلأ. هلأ أنا بدي أختم المهمة هاي لمصلحة فيندال، وبالتالي راح أقول له إنه أنا في عندي هون رسالة لإلك من سفين. طبعاً أنا هون عم بكذب عليها إذا قلت له الشيء هذا. Another poem, I bet. نعم. He does know how to make a girl blush. أها. What's this? If that oaf thinks all I'm going to do is stay in that filthy house of his and clean, I'll... You can tell Sven that he already has a mother. I'm not speaking to him anymore. I'd wow. better get going. طيب، بس لحتى نكون ونريح ضميرنا، سفين وفانتال هن الاثنين كتبوا لك رسائل مزورة، بس لحتى يعني أنا أصفي قلبي معك. تمام، شو هلا هون؟ هذا بدنا نحله بعدين. هون بدي هلا نحكي مع فندال ونبشره. بدنا نبشرك يا فندال، تعال. وينك؟ نطلع ونبشر فندال. شو عم بصير هون؟ بعد عم بتشتي. انا قديش التايم سكيل هون؟ شو تايم سكيل؟ ستة، بعده ستة. السرعة منيحة. مين اللي هرب من هون؟ هذا احد الجنود عم بيشتغل قاعد. طيب هلا بعد ما رحنا حكينا مع الامير بالغراف، رح تلاحظ في جنود بريفر وود. يا ويلي يا فندال، يا عم فندال، استاذ فندال، تعال. Maybe you've already met Camilla Valerius. نعم نعم قولناها، بس في كمان ما بعتقد انه كاميليا رح تقضي اي وقت مع سفين بعد الان. I appreciate your help. Please take this. Some gold I've saved up from working at the mill. بس 25. اوكي. اوكي، هلا انا هون بعد ما ساعدته صار فندال صديقي. واو، بس يا فندال الدنيا عم ترعد. اوكي فندال، الحقني، انا عاوز مساعدتك. Lead the way. نعم. هلا فندال، تعال هون، بس خلينا نوقف، تعال نوقف من الشتاء، لانه هيك محل ما واقفين تحت المطر مش حلو. تعال قرب قرب يا فندال، قرب يا فندال. انت شو عم بتتحمم يعني ولا ايش؟ تعال. طيب اول شيء I'm right behind you. نعم نعم، اول شيء فرجيني شو في معك غراض. What do you want me to carry? لا لا، مش تحمل لي شيء، اشوف شو في معك غراض، لانه راح نروح. ويت امينت، هاي الرسالة، ها مظبوط، هاي الرسالة اللي اخذها مني. تعال هون اعطيني اياها، هاي الرسالة مش لإلك. وبعدين هذا شو؟ مفتاح بيتك. طيب بدنا نروح لعندك على البيت، ما تعطيني اياه لانه انت هيك مش لابس منيح. لحظة شوي، خليك مع، بدي ارجع افوت، بدي ارجع افوت بعد ما اخذت الرسالة هاي، بدي ارجع افوت لعند شو بقول. هذه حبيبة قلبك. ايوه عم بيعرق الزلمة، عم بيعرق، مستحي منا. انا عارفك مستحي منا. طيب تعال نشوف هلا هون. لا مش هاي، انا وين ال شلي اياها المهمة.
طيب تعي. You're not from around here. That makes two of us. لا أنا مش من هون بس بدي أفرجيك شغلي بس لحتى أثبت لك إنه أنا ضميري مرتاح. هاي الرسالة وقعت هون تحت بدي أعطيك إياها. هيا خليها قدامك وقريها على رواق. Maybe you could talk some sense into my pig-headed brother. نعم بس هاي الرسالة رسالة سفين فيك لتر فروم فين دال. يام هذه الرسالة كتب لك إياها سفين بس عشان تعرف إن هو اللي بلش اللعبة هاي. ها طيب وأنت تعال هون. مرحبا كيفك. امشي معي بدنا نروح على ال بعد عم تشتت فين دال. تعال معي. وين بيتك أنت؟ قد الساعة بالمناسبة؟ 11. لازم اسرع شوي التايم سكيل. فندل وين بيتك؟ تعدلنا عليه. انا بعرف بيته بشي محل هون. هذا يمكن فندل هذا بيتك؟ اها تعال امشي معي. خلينا اول شيء نرتاح عندك بالبيت ليفل 1. يا بدي انا هذه اوطيها هلا الكاميرا تبعتي. طيب هذا هون بيتك يا فندل تعال. اها مرتاح شوي. بدي اعمل شغلي احد المودات بوكس. لا مش بوكس. يب دراجون سكين. لا احد المودات اللي انا نزلتها دوفاكين كان ريلاكس. اذا بحالي اخترت هالشغلة هاي مثل ما عم نشوف لسبب بريك عم بتدفى الزلمة. طبعا بالفعل الطقس كان برا بارد يا فندال بارد كتير. طيب بيأدي هلا. تعال هون. خلاص خلصنا يا معلم خلصنا. ايه شو عم بيعمل هذا؟ قوم استاذ فز. طيب ليش هذا هيك؟ لا طيب فندال احنا رايحين على مهمه خطره والمهمه هاي بتطلب انك تكون لابس اشياء دروع قويه. هذا شو في معك هون؟ هذا باندت ايرون شيلد. عندك كتب هون وعندك شغلات. هلا انا يعني مش حلو انه اخذ له اغراضه. صح له هو صار صاحبي ومدام صار صاحبك فيك انك تفوت على بيته وانك تاخذ له اي شيء بدك اياه من بيته. بس طبعا انا انسان مزوق ما راح اعمل الشيء هذا. بس عم بدور اذا في عنده اشياء. لا مش راح اخذ له الذهبات تبعونه هلا كمان. حرام اعطاني 25. هذا شو بيعمل؟ بعرف شو بيعمل الكتاب هذا. شو عندك هون يا بلندال؟ شو عندك؟ ما عندكش شيء نستفيد منه؟ ما عندكش شيء ولو هيك راح تروح؟ لازم نلبسك. هذا الصندوق شو فيه؟ يا فندال شو هذا؟ انت فقراوي ما عندكش شيء. ما عندوش شيء. حتى الصبابيط اللي عنده تعبانه. ما عندوش الا بس لحمه. هذا هو. شاطر بس ياكل. لا 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 المشكله انا هلا كمان الذهب اللي معي ما معي كثير ذهب لحتى اشتري لك اغراض. يعني بعرفش هيك رح تروح انت؟ والله مش عارف. على اتليست على القليله انك تكون لابس شيء. تعال نروح عند العم الفور بركي العم الفور في عنده شيء لإلك. بس تعال نركض لانه بديش امشي تحت الشتاء. ليك وانا حافي كمان. ليك 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 على اخر الزمن صرت امشي حافي. تعال شوف بركي العم الفور عنده شيء لإلك. عم الفور شكرا. Whatever you need. نعم. Buy you smear if it's simple and strong. طيب take a طيب. look. اوكي. بدنا ندور بدنا نشتري لهالزلمة هذا فندال اشياء. شو عندك نشتري له؟ تعال نرتبهم بحسب النوع. اها. يعني هاي بتعطيه شوية حماية بس شو لك سعرها؟ اوف. او ماي جاد. يا ريتني ما بعتش الدرع اللي اعطاني اياه بارجراف. عارف شو؟ هاي وينك؟ فندال امشي. طيب بهالطقس الماطر اول شيء بدي اتغدى. تعال شوف شو معي اكل شوي. كان فيني اروح اكل عند فندال انا بالبيت بس ما راح اعمل حالي هلا. ناكل التفاحه هاي وتعال نغير ثيابنا. بس ما بدي اغير ثيابي قدام الجماعه هذول. بدي اروح اوقف بمحل هيك مدارة عن العالم. أغير ثيابي هون ورا الشجرة. أنا إنسان محترم ما بتحب تشوفني عم بغير ثيابي.
All right. Okay. Move this head on. Hi. My bad, Nahamina. Perfect. يلا فندال وينك؟ أستاذ فندال. ولا صام مش لإله. يا فندال. ما روحت. آه يكون تعال. طيب بدنا نروح. أول شيء بدي أعمله. هاي بعد بتطلع لك مرة بلعب اللعبة فيه. أوكي. هلا أول شيء بدي أعمله هو إنه قبل ما أروح على المكان الخطير هذا هون. لازم أول شيء أقوي حالي. المستوى تبعي لسه بعده ضعيف. لازم أقوي حالي شوي. فبدنا نروح أول شيء على بليك فولز بارو. ممكن منا منساعد الأمير بالغراف بده أجيب له شغلة ومنه منقوي حالنا منطور مهاراتنا شوي. أوكي امشي يا أستاذ. وينك؟ يلا. بس طبعا الطائس هذا مزعج إنه واحد يتنقل بهيك طائس. لاحظوا أنا لما عم بركض سرعة الركض بطأت شوي. بعدك معي انت تعال. على الأرجح رح أرفع شوي التايم سكيل. على الأرجح رح نرفع التايم سكيل شوي. هاي هون احنا هلا على مفترق الطرق. على الأرجح هذا المفترق هذا هون. فبدي اخذ الطريق اللي على الشمال. في الطريق اللي على الشمال بقدر تطلع فيني على بدي اعمل شغله هون. المشكلة انا كل ما رح افوت هلا بطوشي هذا رح يفوت معي. في هون سلطعون بدي اقتله. اتمرن عليه. وين؟ اوه لا روق يا فندال روق. روح انا عم بتدرب على البلوكينج هلا. روح يا فندال روح شوي. بدي ادرب حس مهارة البلوك. روح قاعد عم بتقوص علي انت يا فندال. روح يا فندال روح. روح يا فندال. ايوه كنت حابب اني اطور مهارة البلوك. وينك؟ انت هلا راح تعيقني عن التطور. اذا انا هلا بدي اروح اقاتل واحارب بنفسي وانت راح تقعد تحارب معي مش حلوه هالشغله هاي. يعني انا بس هيك ماخذك رفقه تعال تونسني بالطريق هذا هو كل شيء. تعال نطلع تونسني بالطريق شوي بس مش اكثر ولا اقل. احنا هيك مزبوط ماشيين. لحظه انا هيك مش شايف هاي الطريقه. حاسس حالي ماشي غلط. على الأرجح هيك من هون أنا طالع على طلوع. أنا طالع أوف رود. امشي يا فندال هاي الطريق. طيب فهاي الطريق اللي احنا هلا ماشيين عليها بالمكان هذا هون. لاحظ ما في عندي أسهم. ما في عندي أسهم أو سهم على الخرطة بيقول لي أنا وين. بعدك معي أنت تعال. ايه كيفك يا استاذ؟ كيف حالك؟ هلا بنروح ناخذك معنا بالمشوار بالمغامرة بتتطور بتقوي مهاراتك وبترجع لحبيبتك كاميليا بتخبرها شو عملت. طيب بعدنا عم نتمشى. اوه ايوه اسحب ايوه ذبحناك. ما راح هلا اخذ له جلده. وانت وينك انت واقف عن بعيد؟ تعال حارب معي. هذا فندال من اول مواجهه خايف. طيب ما زلنا مستمرين وعم نتابع المشوار. مع اني ما بحب اتنقل بهالطقس هذا بس هيك حابب اني القي نظره من هالمكان. بحب هيك لما اتسلق على جبال عالي. واو القي نظره. وينك يا فندال؟ تعال. ها
هاي الطريق اللي عم نطلع طلوع، وهلا رح نفوت بالفعل اول مغامرة حقيقية بسكايريم. اول مغامرة حقيقية رح نطلع على نشوف شو صرنا هلا هون بالبرية، يعني ممكن اي شيء يواجهنا. هاي شفنا قتلنا ديب، بذكر انا عم بلعب على مستوى الاكسبرت، هو اعلى من المستوى المتوسط بشوي، مستوى الادبت او المستوى المتوسط هو المستوى الافتراضي باللعبة. الطقس عم ببرد يا جماعة، الطقس عم ببرد. الطير هذا كيف طاير فوق؟ لحظة، انه الشتاء وقف؟ نعم الشتاء وقف. اجى الزمهرير وانا شو لابس؟ هيك على ايده دم. يلا مش مشكلة، الله الحامي. طيب اوكي، الظاهر الشتاء وقف، عم تتلج شوي. مش متذكر اذا المنطقة هاي يعني الطقس بيصحى فيها، هل انه كل المناطق العالية والجبال العالية الطقس بيكون فيها هيك بارد وبتلج ومغيمة، ولا برد يا فنان برد؟ انت زي ما انت بردان امشي. طيب ايوه، هذول الجماعة هون بمرقونا ولا ما بمرقونا؟ مرحبا، انا وين صرت هون؟ بهالاماكن هاي بعدنا، يعني عم نتقدم يا هون انا يا هون بهالمكان هذا. طيب هذا شو هذا؟ مشرع سيفه عم بيقول لي باك اوف. Now wait, this is surprise. اه تعال هون فنجان الحقني. انت شو كمان منك لابس؟ فرحان بصدرك؟ تعال هون. اوه شو صار؟ اوه اوه هذا اورك شو هذا؟ ايوه يا فندق ايوه اللي بعده. واو واو سكراتش فرجيك سكراتش. فندان ار يو اوكي؟ فندان شوي اتأذى شوي، بس لا والله ما شاء الله عليك قوي قوي، بيخافش عليك. طيب هلا اول شيء خلينا نشوف هدول الجماعة شو عندهم. اعترضوا طريقنا بدون حق. 16 امشي يا فندان امشي. شوف اذا هون فوق العرين تبعهم، شو في عندهم بهالبراميل هاي؟ ما عندهمش عصير؟ جماعة فقراوية هون كمان. تفاح، مش رح اخذ تفاح هلا، يعني شوي جوعان. فندان انت وضعك ما طمنش. هون شو في؟ اها حاطين صندوق على على ايوه. هلا اذا بنلاقي لك شيء بنعطيك اياه، روق شوي. اول شيء عندنا جولد، عندنا هذا الدمج 9، انا اللي حامله قديش الدمج تبعه؟ 10. لا مع انه تبع انا ابطا شوي ابطا شوي، بس ممكن ناخذ السيف، السيف اسرع. هون بعض الفكشات، وهاي بتفيدنا كثير الاستامينا، وهذا سبيكه فضيه. طيب هون المنظر الجميل، بس برد فندال تعال. وينك؟ I'm right behind you. نعم نعم شكرا.
أول شيء خلينا أول شيء ننزل من هالمحل هذا. ما بدي أوقف تحت التلج. في إشي هناك؟ لا. تعال يا فندال تعال. هيك حتى جوا عم تتلج. هذا التلج بسكايرم من وين ما كان. طيب هل شو في معه؟ كوكت بيف. أنا جوعان. هذه هي بدي أكلها هي. شوف يا فندال إذا الإشي هاي بيجي على مقاسك هذا أحسن من اللي عندي. آه. طيب تمام. راح أخذ لك إياه هذا. أخذ لك أسهمك. راح أخذ لك هذا. وينك يا فندال؟ طيب في هلا اثنين قتلناهم هون. هاي الشمس وين عم تطلع؟ تعال نشوف. قتلنا هون شخصين هيك الدم. دم للركب. شوف أنا بحاجة لكل شيء بصراحة. أنا بحاجة لكل شيء. بالمرحلة الأولى من اللعبة هذا معه هيفي ارمر. هلا انا مش راح ارتدي هيفي ارمر بس راح اخذ لك يا استاذ. معلش راح اضطر انه اشرحه. معلش اشرحك ثيابك انه بحاجه اني ابيع كل شيء ممكن. تعال فوت جوا يا فندم. تعال هذا راح نعطيك بعض الثياب. خلي كمان الحرمه هاي. ما عنديش حرمة. تمام. تعال. شوف. Still here. نعم. أنا راح أعطيك مجموعة من الأغراض. What do you want me to carry? أيوة. نقي اللي أنت بدك إياه. شايف شو؟ هذا كله أنا ما راح يفيدني. أنا شو عم بعمل هون؟ ويت منت. شو عم بعمل؟ أنا عم بعطيك أغراض، صح؟ طب لشو هذا شلح؟ إذا أنا عم بعطيه إعادة أغراض ليش شلح؟ ها هذا كل إشي هيفي أرمور أنا ما راح أستعمله. شايف كيف؟ هانتينج بو هذا راح أخليه معي. هذا راح أعطيك إياه. هدول مش راح أحارب هلا بفؤوس. راح أعطيك كمان هاي مش راح أخذها. بفضل إني أحمل ولو إنه هذا طاقته أو هجومه أضعف بس بلزمني أسرع. خذ هذا الخنجر إذا بتحب. You lead, I'll follow. لحظة هذا شو شلح؟ لحظة يا فندال في شيء مش طبيعي أنت عليك. أول مرة بشوف فندال هيك مش. فندال شو عامل؟ What do you want me to carry? شو عامل يا فندال؟ هل هذا خلل من اللعبة ولا إيش؟ مع إنه عم بفرجيني إنه لابس هذا. اوكي الظاهر يمكن بق من اللعبه خلل من اللعبه. اوكي هذا الارمور اللي كان لابسه هذاك اللي شفناه هذا يمكن قطعه واحده ما بعرف. انوي طيب هيك شوي اضبط. ليد اون. اوكي طيب ماشي حالك. بدك خوذه بعد؟ انت ما عندكش خوذه؟ هذه مشكله خوذه. طيب وهيك خلصنا المحل. رح نتابع طريقنا بهذا الطقس البارد هذا. مثل ما عم نشوفوا بلشنا احنا وين اجينا؟ فين المهم؟ نعم احنا بالمكان هذا هون. هاي الطريق شوي عليها تلج شوي. هلا فين دال يعني محصل مثل انا مش لابس منيح كمان. بدي الحق اوصل. وهذه هي ايش بليك فولز بارك. ولاحظ هون لما تكون الطرقات عليها ثلج بحطوا لك هالعلامات هاي. شو هاد عم يتاول؟ بسرعه يا فندال بسرعه قبل ما نجمد هلا بهالطقس هذا. تعال. بليك فولز بارو ديسكفر. بسرعة يا فندم بسرعة. برد يا معلم برد.
لحظة شوي، شو رح نعمل لها هي؟ فندال معي انت؟ اها عليها. لا شو حاعمل؟ لحظة شوي. سيف. امشي امشي. عليهم. فندال بس انتبه ها؟ انا لفرجيك تعال هون. هاي وقعناها. اللي بعده وين هذا؟ ليه؟ اللي بعده اللي بعده بتعرف شو زحل قبناها. غيرهم ولا خلصنا عليهم؟ اوه بعد في واحد فوق. فندال وينك؟ انا بدي اطول شوي البلوك تبعك. خنجر خنجر عم بتحاربني قاعد. في حدا ثاني غيره؟ طيب فندال ار يو اوكي؟ انا خايف عليك يا فندال، خايف عليك. فندال عم بفرجيني. واو كيف فيني اشفي لفندال؟ كيف فيني اشفيك؟ ما في معي شي سبيل او شغله حتى اشفيك فيه. هذا النسر فوق عم بحلق. اوه وقعنا من فوق. نحن نزلنا على الثلج مش على شي ثاني. طيب وين اللي قتلناه هذول؟ انا وين نزلته؟ لك يا عمي انا ضعت. وين نزلت؟ فين دار؟ طيب هذا هو هون البليك فولز بارو. لكن كالعاده قبل ما راح افوت لجوا بدي اشوف قد ايه فيني الم من هالعالم هدول، مع اني عاده ما بحب اني اشلح حدا ثيابه، بس بحاجه لكل قطعه لكل شغله فيني اني ابيعها. كل شيء فيني ابيعه. وقتلنا اثنين، قتلنا هون اورك، هذا اورك، باندت. لا هذا مش ورد، هذا ريد كارد، هذا ريد كارد. تعال زين. هذا معه ستيل باتلات. طيب كالعادة اضطر اني اخذ كل اغراضه. يعني هلا مش راح افوت بال تاع يا فندال، تاع مش راح هلا افوت تو هاندد ولا راح افوت هيفي ارمر. كل اغراض اخذ لك اياها. طيب تمام. هذا هو اذا بليك فولز بارو. بردان 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 يا فندال. تعال 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 فندال وينك؟ هذا الباب هون. لكن قبل ما نفوت انت وينك بردان؟ I'm right behind you. نعم نعم. تعال. What do you want me to carry? بدي اياك تحمل لي. بدي احملك. شو ما فيني احملك احملك. انا اسف يعني. هلا بالوقت الحاضر بعده عم بشلح فندال. بعده عم بشلح. اوكي هاي احسن. اضبط منيح. لبس هاي. وهاي خذ احملها، مع انه اشك انك راح تستعمل. لا والله استعملها. ركبها على ظهره. والله والله يا فندال منك هين. والله فندال انت رحت يعني كنت هدول يحملون. هدول مش بحاجه الى، هاي مش بحاجه الى. هذا كله معي ستيل سورد. هون شو في مهارات؟ منيح صار معي 400 قطعه ذهبيه.
طيب فندال. ايوه فندال ركب تقيل بس عم بيعرق فندال. طيب تعال نفوت لجوا ورح نشوفكم ان شاء الله بالحلقه الجاي لنكتشف بليك فولز برو. خليكم معنا والى اللقاء بالحلقه القادمه.